عليكم يا سفينة النجاة السلام عليك يا وارث يمكن سيكون النظام القادم تحت بابين، الباب الأول إذا تحت يد الإدارة الأمريكية والإدارة الأمريكية ستختارها هذا متعب جدا وسيكون فاشل بالنسبة للشعب وناجح بالنسبة للدول المجاورة والمصلحة الأمريكية ومشاكل ذلك. أما الباب الثاني إذا اختاره الشعب العراقي فسيكون جيد جدا وسيكون فارح إن شاء الله تعالى. نحن نعلم أهداف أمريكا، نحن لا نقبل بحكومة، هذه الحكومة تفريضها أمريكا علينا، نحن لا نقبل أبدا أي حكومة مهيمنة على خيراتنا، على حرياتنا، لقد قضينا على صدام، الآن تنظر ما صنع صدام، نحن صمدنا أمام طوفان هائل مثل ظلم صدام، لقد قتل أبناءنا وصمدنا وصبرنا، نحن بدعائنا قضينا على صدام، الآن ماذا نريد؟ نريد حكومة وطنية منتخبة من الشعب العراقي غير مفروضة علينا. بالنسبة للوجود الأمريكي هذا الوجود غير مبرر وغير مقبول من قبل جميع أبناء الشعب العراقي، وقد لاحظتم اليوم الشعارات التي رفعها المشاركون في هذه المراسيم العظيمة.